تحليل العدد الاسبوعي لجريده الجمهوريه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. في البدايه حضرتك تكلمنا عن ضروره وجود خطوات واجراءات محدده عشان يتم على اساسها المصالحه الوطنيه اللي بينادي بها بعض القوى السياسيه وكمان يمكن نادت بها كمان مؤسسه الرئاسه. هو اولا مفيش حد ضد المصالحه خاصه ما يبقى مع ابناء الوطن الواحد. يعني عندنا مثل كده بيقول لك مصارين البطن بتتخانق. فاحنا بتتخانق مش بتتخانق بتقتل بعض. ما انا مش لسه بتقتل بعض. ما انا لسه ما فاحنا في مجال الخناق المصريين شعب طيب جدا ومتسامح يعني بينسى يعني. في مجال الدم لما يحصل دم بقى دي بقى بتبقى المشكله طبعاً. وبيبدأ يتعامل معاها طب كل مجتمع حسب عادته وتقاليده. انت عارفه في الصعيد عندنا الطار يعني اللي قتل لازم يتقتل ولما يحصل صلح لازم يشيل اللي قتل او المذنب كفنه على ايديه ويروح لاهل المقتول عشان يصفحوا عنه ويقدموا الديه ويقدم قرابين اللي هو خلاص تاب وشال كفنه على ايديه. فالسؤال هل الإخوان المسلمين مستعدين إن هم يشيلوا الكفن مش يروحوا للحكومة المصرية ولا يروحوا للنظام المصري لكن يروحوا للشعب المصري؟ لأن بقت في مشكلة دلوقتي. كنا زمان بنتعاطف مع الإخوان المسلمين باعتبارهم بنحس إن هم ضد النظام أو النظام ظالمهم النظام سجنهم فيحصل تعاطف مع من الشارع المصري معهم. دلوقتي المشكلة ما بقتش مع النظام، المشكلة بقت مع الشارع. وده اللي مش قادرين يفهموه الإخوان المسلمين. يعني لما قام 30 يونيو الجيش مش هو اللي عزل الرئيس مرسي السابق، ولكن 33 مليون ملايين وعبتر. الشعب المصري اللي زاد. وأنا بسأل سؤال، هم عندهم مشكلة دلوقتي في مثل يقول لك يعني مش المهم يبقى أعمى بصر، المهم يبقى ما يبقاش أعمى بصيرة. المشكلة إن هم للأسف الشديد في عمى بصيره، في فمش قادرين يتصوروا ان كل الشعب المصري او نسبه كبيره من الشعب المصري رفضت حكمه. وبالتالي احنا بنقول المصالحه، بس المصالحه على اي اساس؟ واحد هتتصالح ازاي مع حد وهو بيقول لك لا اتصالح بس ترجعي الدكتور مرسي لرئاسه الجمهوريه؟ طب يا عم هيجي على اي اساس اذا كان نسبه كبيره، مش هقول كل الشعب المصري لكن نسبه كبيره من الشعب المصري مش عايزاه يبقى رئيس؟ اتنين، مؤسسات الدولة سواء كانت شرطة أو جيش أو إعلام أو قضاء أو كل مؤسسات الدولة مش عاوزة تتعامل مع حكم الإخوان المسلمين بعد سنة من التجربة القاسية. وأنا واحد من الناس اللي أنا شعرت بخجل شديد وكتبت مقال قبل ما يمشي الرئيس السابق مرسي أو الرئيس المخلوع مرسي، وقلت أخجل من نفسي لأنك رئيسي. كتبت المقال ده واتنشر قبل ما يمشي ب 10 15 يوم. كانت ايه النقاط يا فندم اللي حضرتك ركزت عليها في المقال؟ النقاط دي انا قلت ان انا انتخبت الرئيس مرسي. لما جيت خيرت بين احمد شفيق وبين محمد مرسي اخترت محمد مرسي لاني قلت ان انا هنتخب اي فصيل سياسي ممكن اختلف معاه لكن ما انتخبش حد من النظام الذي صرنا عليه كمصريين. وكتبت الكلام ده برضو قبل الانتخابات بتاعه الجوله الثانيه في جريده الجمهوريه مقال شديد وعمل لي حرك شديد وعمل لي يعني عداءات شديده مع ناس كتيره تقول لي ازاي تنتخب طيار ديني، وانا قلت انا هنتخب الطيار الديني لانه في النهايه كان معانا او بيقول ان هو كان معانا في الثوره. فشعرت بخجل ان اللي انتخبته عمل اللي عمله في السنه ده، فشعرت بهذا الخجل. ولو تفتكر يا فندم كلمه الناس خلينا نجربهم. ما هي ما لا انا ما قلتش خلينا اجربهم، انا قلت ببساطه شديده انا مش ممكن انتخب احمد شفيق اللي انا قمت مع ملايين المصريين بثوره ضد نظامه، وبالتالي انا مش هعيد خلق النظام ده بمجايد احمد شفيق. انا افتكر برضه يا فندم ان بعد ثوره 25 يناير كان في قانون طلع لعزل الفلول بالظبط واقصاء الفلول. هل ممكن يتم تفعيل قانون زي ده او اجراء زي ده بعد 30 يونيو؟ بصي هو 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 يعني انا يجب ان اي قانون للمصالحه الوطنيه يجب ان يتركز على عده نقاط. واحد، اللي سرق ونهب وافسد يركن من المشهد. قانون يعني واخد بال حضرتك؟ يعني اللي سرق اراضي المصريين سواء كان بقى من فلول مبارك او من السنه اللي فاتت ديت، لان السنه اللي فاتت بيقال انا ما عنديش معلومات دقيقه بيقال ان تم
اخذ اراضي كتيره جدا للاخوان المسلمين في ظل في السنه اللي فاتت ديت. انا ما اعرفش مدى صدق الكلام ده. فالسؤال فالنقطه هنا تنطبق على ايا كان، اللي سرق اراضي مصريين بدون وجه حق، اللي سرق ثروات مصريين بدون وجه حق، اما يرجعها وبعد كده نتفاهم، لكن لا تصالح مع فاسد. الموضوع اللي يرجعها دي زي الاموال المهربه والمسروقه، لا لا لا، ما دي كان عليها علامات استفهام، ما شفناش حاجه. ما ايوه لان كان فيها علامات استفهام كتيره لم نتخذ اجراءات. فانا اللي سرق وافسد وشارك في افساد لو سمحت يركن. طب واللي قتل واللي روى؟ ما انا لسه هقول لحضرتك، اللي قتل وعمل دم لابد ان يحاسب ايا كان مرتكب هذه الجريمه، سواء كان من المجلس العسكري قبل ما جه الاخوان، سواء كان من الاخوان. لان انا دلوقتي بيتقال لي دلوقتي، الله، هو انتوا حكمتوا مبارك على انه منع او لم يتحرك لمنع قتل المتظاهرين في 25 يناير؟ طب ما هو مرسي تم قتل مئات المصريين في عهده، ولماذا لم يتحرك لمنع قتل هؤلاء؟ إذن الجريمة واحدة. وبالتالي أنا هقول ببساطة شديدة، نطبق القانون. القانون يكون قانون حاسم على الجميع، قانون أعمى، قانون ينفذ على الجميع. اللي قتل أو أراق دم أو حض على العنف أو حض على الإرهاب، ما أنا بقول لك حض على العنف أو الإرهاب، كل ده لابد أن يحاسب. لأن أنا لحد دلوقتي مش فاهم حزب سياسي إيه اللي يقول إحنا يا إما يرجع مرسي رئيسا لمصر غصب عنكم، يا إما هنعمل لكم إرهاب وهنقتلكم وهنعمل لكم، يعني عاوزين يحكمونا يا يقتلونا، يعني يا نختار حكمهم يا نختار قتلهم. وتصريحات إحدى القيادات يا فندم اللي بيقول اللي بيتم في سيناء هيتوقف فورا بمجرد إعادة الرئيس مرسي. وعلى فكرة هم دلوقتي بيلعبوا يقولوا إيه، يعني في تصريحات النهارده كمان الأستاذ عصام العريان بيقول إن اللي بيحصل ده مش حقيقي أو ترهيب من بعض القيادات اللي في جيش، لكن المشهد في سيناء عادي جدا. يعني الناس اللي اتقتلت، يعني الأتوبيس العمال شركة الأسمنت اللي اتقتلوا فجر النهارده ده، نصدق مين؟ يعني نصدق الجثث ولا ما نصدقهاش؟ نصدق الضحايا ولا ما نصدقهاش؟ يعني انا مش فاهم. ومع ذلك، طب يا سيدي ما تغسل ايديك من مثل هذه الحوادث، ما تديش غطاء شرعي لاي حوادث ارهاب وتبقى انت اللي تديها الغطاء الشرعي، ما تقفل. وبعدين انا عاوز اقول، انا مع المصالحه، ماشي مع المصالحه، بس انت مع مصالحه ازاي وانت الطرف المفروض اللي بيقعد على ترابيزه المفاوضات بيبقى فيه مصلحه الوطن هي الاهم. ده انا لو ليا حق وانا رجل دعوي ليا اتجاه ديني هتنازل عن جزء من حقي لعدم اراقه الدماء وحقنا للدماء المصريه. يعني السؤال، حتى يسير هنفترض جدلا ان عندهم حق في ان شرعيه الانتخاب هي اللي جابت مرسي ولا بد ان يذهب بالانتخاب، مع ملاحظه بين قوسين، طلبنا منه يعمل انتخابات رئاسيه مبكره رفض، عملنا طلبنا منه استفتاء رفض، والفريق السيسي اعلن امبارح في خطابه للضباط وجنود الجيش ان هو بعت له مبعوثين، اثنين مبعوثين منهم هشام قنديل رئيس الوزراء، قالوا له لو سمحت اعمل انتخابات رئاسيه مبكره او اعمل استفتاء علشان حقنا لدماء المصريين، ورفض. كل شروط المصالحه اللي الناس طلبتها منه، تعديل الدستور رفض، تغيير حكومه هشام قنديل رفض، رغم ان هذه الحكومه كانت قيادات الاخوان نفسها بتقول انها حكومه فاشله. اذا هو كان رافض المصالحه مع الشعب بتاعه، مش رافض المصالحه مع فصيل، ده رافض المصالحه مع قطاعات كبيره. فاذا انا اجي دلوقتي انا هقعد معاك، بس هقعد معاك على اي اساس؟ تقول لي لا لازم ترجع لي مرسي رئيس؟ طب هتيجي تحكم مين؟ يعني انت عاوز تجيبه يحكم مين؟ خده خليه رئيس حزب الحريه والعداله يحكمكم كاهلك، اهل وعشيره مع بعض، خدوه مع زي ما كان رئيس حزب الحريه والعداله يبقى رئيس حزب، خليه يبقى رئيس المرشد العام للاخوان المسلمين، خلوكم عندكم، انتوا حابينه وهو قياده كبيره جدا ونحن نبجل. انا على فكره بحترمه على المستوى الشخصي، لكن انا بتكلم على المستوى السياسي. المستوى السياسي اثبت فشله، ونظام الاخوان المسلمين اثبت فشله طوال هذه السنه، سواء بقى برضو علشان اكون موضوعي، سواء كان هذا الفشل منه او من سياساته او من قوة اخرى في الدوله كانت بترفض التعاون معاه والتعامل معاه علشان يفشل، لكن النتيجة اللي وصل ليها الشعب المصري اللي اختاره ان هناك حالة فشل. وبالتالي انا لو كان عندي مين، لو جه جمال عبد الناصر دلوقتي بالنسبة للمصريين وبعد سنة من الفشل الذريع لهذا الفشل، كانوا هيقولوا له شكرا عبد الناصر،
لما حصلت نكسة 67 كان عنده من الشجاعة ان هو يعلن التنحي، والناس هي اللي طلعت تقول له لأ مش هتمشي، هتيجي هتدير معانا الطريق. وبالتالي كان من كان المفروض من الرئيس مرسي قبل ما يخلع ويعزل ان هو يقول لهم يا جماعة انا ببساطة فشلت في إدارة الدولة لمدة سنة، اما تعملوا استفتاء على استكمال مدتي او تعملوا انتخابات رئاسية مبكرة. طيب يا فندم، خلينا نقول ان قد صرح احمد المسلماني المستشار الاعلامي، استاذ احمد المسلماني المستشار الاعلامي رئيس الجمهورية المؤقت، ان مؤسسة الرئاسة استدعوا الى جلسة افتتاحية للمصالحة الوطنية قريبا برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت. من وجهة نظر حضرتك أهمية المصالحة الوطنية لتسوية القضايا اللي احنا مختلفين عليها في الشارع المصري، والسؤال بقى الأساسي، هل متوقع ان ممكن تأتي بثمارها فعلا ولا المصالحة الوطنية؟ بص حضرتك، هو كل دلوقتي بيتصوروا ان الخلاف بين الإخوان المسلمين وبين الجيش او بين مؤسسة الرئاسة. لا، يجب ان يعي الجميع ان الخلاف بين الإخوان المسلمين الآن مع الشعب. يعني تخيلي، تعالي معايا كده نفترض سيناريو كده تخيلي. الجيش الصبح قال يرجع مرسي. هل الشعب هيوافق؟ الجيش لما نزل، لما عمل قراراته دي، عملها بناء على ملايين المصريين، الزحف الجماهيري اللي كان في شوارع مصر وميادين مصر المختلفة. وبالتالي لو جه الجيش قال لا أنا هتراجع عن قراري، وهذا لن يحدث، بس تعالي أنا بقولك، تعالي نتخيل، هل ال 33 مليون اللي نزلوا دول مش هينزلوا تاني؟ هم 33 مليون دول مشوا سافروا، يعني راحوا بلد تانية، مش هيرجعوا وهيتم إرجاعهم تاني على مدى سنة فيكون خلصت فترة الرئاسة؟ لا. إذن المصالحة لابد أن تكون مع الشعب المصري. الشعب المصري يا جماعة شعب طيب لكنه عنيد. الشعب ده يعني ممكن يصبر زي الجمل، لكن لما ما بيخرج من صبره ما حدش بيرد. احنا شفنا مع الاخوان سنة، وانا باخجل وباقر اخجل واسف لكل من مشي ورايا بعد ما كتبت مقالي في جريدة الجمهورية وفي عدد من المواقع الالكترونية ان انا مع الرئيس مرسي، بس رغم ان انا كتبت هو الاختيار المر، لكن الامر منه كان احمد شفيق. وانا بقول انا اسف بعد سنة من المرار عاشها الشعب المصري مع الحكم، سواء كانوا هم السبب او في قوة تانية حاولت تفشلهم او 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 ان النتيجة النهائية ان الشعب المصري عانى شديدا جدا من هذه المعاناة. عاوزين تصلحوا، اصلحوا مع الشارع المصري. الصلح مع الشارع المصري ازاي؟ متهيألي الاخوان المسلمين كان عندهم فرصة ذهبية لكسب الشعب المصري من اول لا تعوض فرصة، يعني لا فرصة تعوض، لا تعوض، يمكن ممكن يفضلوا في الحكم فترة طويلة جدا، لا نهاية لسبب، لان الناس انتخبته قالت لك الناس دول بتعرف الدين، مش هتسرق بالزبط. ومش وبالفعل في منهم بعض الناس مش هيكذبوا ومش هيوعدوا ويخلفوا، يعني حاجات كتيرة جدا. كل ما كان انتخبوا المصريين على اساسه خذلوهم. يعني حضرتك يا فندم لو تسال اي حد بسيط في الشارع، مش بتكلم بقى على قوه تفشلهم لا، قال لك يعني انا سالت واحد ماشي في الشارع قبل كده قال لي والله انا نازل عشان انا ما شفتش اي تغيير حصل في البلد. بالظبط، هي دي الفكره، يعني الموضوع بسيط جدا، يعني الحاجات اللي المفروض نقدر نقول ان هي للمواطن العادي البسيط يوميات او اولويات حياته، هي دي ما تحققش فيها اي حاجه. هو على فكره المواطن العادي لا همه دستور بالظبط، ولا همه مش عارف ولا مجلس الشعب ولا اي مجلس حاجه، ولا مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا الكلام الفاضي ده. هو همه لقمه عيشه، يروح ازاي يجيب رغيف العيش، يقدر يجيب بنزين من عربيته، يقدر الاكل بتاعه يبقى مش غالي، اللي يشتغل الاستقواء بالخارج لا دي كارثه ثانيه، دي كارثه ثانيه. يعني الاخوان طول عمرهم كنا نطلع بالمظاهرات ومش عارف ايه، فيقفوا يحرقوا العلم الامريكي والعلم الاسرائيلي، ففجاه يبقى يستقوا بأمريكا أنها تتدخل لإنقاذهم. خلال السنة دي تحصل مفاوضات وتحصل سمنة على عسل، ويحققوا ويكونوا هم حجر الأساس للمشروع الأمريكي في الشرق الأوسط، اللي هو نشر الإسلام السياسي في المنطقة. اتنين، أنه يبقوا هم داعم للحركة الجيش الحر في سوريا ضد النظام بشار الأسد، أنه يبقوا داعمين، أنه عاوز يعمل تحالف سني ضد إيران لصالح امريكا. انا ما اعرفش، انا يعني انا فوجئت، انا صعقت. كل المسلمات اللي كانوا بيقولوا لنا عليها ملايين السنين، اللي احنا ملايين سياسيه، يعني مش ملايين السنين بالمعنى الحرفي، طلعت كلها في شنك. كانوا المسلم لا يكذب، طلعوا كذابين.
الذي لا يعد ويحقق. المشكله دي ان احنا بندخل دي في السياسه. الكذب لا 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 عفوا عفوا انا ما هو ده الخلط. ده الخلط. انا لو كنت كانوا حزب سياسي بعيدا عن شعار الاسلام هو الحل بالظبط كنت ممكن يعني انا هرفض كذبهم وهرفض كل حاجه، لكن في النهايه هقول هذه مناورات سياسيه او هذا دهاء سياسي. والمصطلحات اللي احنا بنقعد نبرر بيها الايه الاشياء الخطا، زي لما يجي رشوه نقول لك لا ده عموله، واخد بالك؟ فانا لما يجي الاخوان المسلمين لما يكونوا في المعارضه يرفضوا صندوق النقد الدولي ايام حكومه الدكتور الجنزوري ويقولوا ده ربا وازاي تاكلوا الشعب المصري ربا، لما يجوا هم للحكم يقعدوا يحفوا علشان يعملوا هذا القرض علشان يتمموه، لما يجوا يتكلموا الوعود اللي اوعدها الدكتور مرسي مع الناس كلها في لجنه لتعديل الدستور وغيره وغيره ويحنس بكل هذه الوعود، لما يجي يتكلم على مصالحه وطنيه، وعلى فكره المصالحه الوطنيه ليست وليده اليوم. فريق السيسي كمان قال ولو نفتكر بس الناس بتنسى يوما ما من ايام حكم مرسي لما حصل تعارض شديد والدنيا اشتبكت مع بعض دعا الفريق السيسي الى لقمه على الغداء، قال لهم حتى نقعد ناكل لقمه مع بعض، واخد بالك؟ طلع بعد ما دعا كل القيادات السياسيه والمعارضه ووافق الكل ان هو يذهب الى رئاسه الى هذا الاجتماع، رئاسه الجمهوريه رفضت في اخر لحظه. اذا رئاسه الجمهوريه في عهد دكتور مرسي هي التي كانت ترفض المصالحه، والان نحن نطالب بالمصالحه. انا عاوز اقول ببساطه شديده اذا اردتم المصالحه لا تغيبوا الطرف الأساسي في اللعبة اللي هو اسمه الشعب المصري. ثانيا هل الحرية والعدالة طبعا في هم بيحاول ممتازين قوي في توزيع الأدوار وأنا للأسف هم بنجحوا في السنة دي ان هم يكشفوا كل ورقة توت اتعرض. دكتور أبو الفتوح رايح دلوقتي يتكلم مع شيخ الأزهر يقول له نعمل مصالحة في حين ان هو كان بيدعو لعدم النزول ل 30 يونيو وغيره وغيره وغيره. النقابات المهنيه عامله اجتماع يوم الاربعاء وداعي ليه حوالي 30 من قيادات الفكر ومعظمهم ينتمون الى التيار الديني عشان المصالحه. انا ومع ذلك انا هاسلم واقول اهلا، بس انا للاسف مش قادر امد ايديا في ايد حد ملوثه بالدم. ايديكم بقت ملوثه بالدم زيكم زي نظام مبارك بالظبط. يعني اللي حصل يوم 25 و28 بتلويث نظام مبارك بدم المصريين للاسف الشديد انتوا عملتوه، ومش عملتوه كمان سرا، للاسف عملتوه جهارا نهارا، وقلتوا وصرحتوا بيه تصريحات رسميه من قيادات في حزب سياسي. ولذلك انا يعني انا مش قادر اصدق حزب الحريه والعداله هذا الحزب السياسي كيف يتقرب قياداته تقول احنا مع العنف ونحن مش هنتحرك وعلى جثتنا، وكيف نعيد رئيس لمنصب بيقول انا على جثتي، يعني هيحكمنا يا يقتلنا. مش ممكن. الشعب المصري هو البطل المعادله، اللي عاوز يتصالح يتصالح مع الشعب المصري. اشكرك يا فندم عشان متهيألي دي احلى او احسن كلمه نختم بيها فقرتنا للنهارده. استاذ يسري السيد مدير تحرير العدد الاسبوعي لجريده الجمهوريه، بشكر حضرتك يا فندم على وجودك. شكرا شكرا. ننتقل معاكم الفاصل ونكمل معاكم باقي فقراتنا. انا سعيد وهي متهيألي اخر فقره معانا وشريفه، خليكم معانا. فين من زمان معاك غنينا ومعاك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا ايد واحده نهار وليل ومفيش معاك شيء مستحيل صوت الحريه بيجمعنا خلاص حياتنا باليها معنا مفيش رجوع صوتنا مسموع والحلم خلاص ما بقاش ممنوع يا الميدان كنت فين من زمان هديت الصوت
أمس تابعنا وتابع الرأي العام المصري والعربي وأكيد العالمي الكلمات والخطاب الذي ألقاه الفريق السيسي. كان في تصريحات كتيرة جدا، منها المباشر ومنها الغير مباشر. ده غير كمان أن بيجي في وقت مهم جدا بتعلن